وإيه أخبار الشغل يا تقى؟ الحمد لله يا شيخ صلاح، كله تمام. بس أهالي البنات مطلعين عيني، طمعين طمع يا أخويا، ما بيشبعوش، عايزين فلوس طول الوقت وما بيبطلوش يسألوا على بناتهم، والبنات برضو دلعهم مرق. وعندي مشكلة كده. خير؟ مشكلة في تصريف البضاعة. يا سبحان الله، طب ما ده أنا عارفه من الأول، وأنت المرة اللي فاتت قلتيلي إنك هتتصرفي، وعلى هذا الأساس أنا ما تصرفتش. حلمك عليا بس يا شيخ صلاح، وانا يعني بهدى؟ ده انا عامله زي الدبابان، بس بقى المره دي جايبه لك وجه جديد خالص. بس المهم ما تكونش مشمومه. بقول لك وجه جديد خالص، بنت بقى ايه، عبيطه وهبله زي الخاتم في صباعي كده، وفوق ده كله ايه، قمر حلو حلاوه. يا خساره، ما انت عارفه يا حاجه تقى انا مقفل الاربعه، ما ينفعش، واحنا ما نحبش نعمل حاجه تغضب ربنا، والحرام ما نقربلوش. عارفة يا شيخ صلاح، ربنا يقوي إيمانك ويثبتنا وإياك، وإحنا عايشين إلا بطاعة ربنا. بس بذمتك أنا مش مجوزاك كل جوازة والتانية، يعني ملهاش حل. طب إيه رأيك في الجوازة الأخرانية؟ الله أكبر، ما شاء الله، حورية من الجنة. طيب شفت بقى الجوازة الأخرانية دي؟ البت دي بقى تضربها على عينها. طب تبقى مين البت دي؟ عايز تشوفها؟ تعالى وريهالك. تعالى، دي بقى خوخة، أحلى بناتي وأغلاهم على قلبي. بسم الله ما شاء الله. ده الشيخ صلاح، الشيخ صلاح ده بقى أجدع راجل في البلد دي والله، وشغلنا معاه كتير. أهلا يا أمورة. أهلا. إزيك يا هاني؟ الحمد لله يا فندم، إزاي ما عليك؟ ألف مبروك، عرفت إنك خطبت. الله يبارك فيك يا فندم، انا طبعا كنت هعزم سيادتك، بس انا عارف مشغل حضرتك عامله ازاي، فقلت بلاش بقى. عندك حق والله. يعني قول لي اخبار جانيت ايه؟ والله يا فندم جانيت خرجت من المهندسين دون سبب معلوم، بس فضلت وراها وعرفت هي فين، وعملت بيه تقرير المكان لانه بره دايرتي. غريبه ان هي تنقل فجاه كده. فعلا يا فندم غريبه. طيب الملف ده فيه معلومات عن دبلوماسي عايزين نحطه تحت المراقبه. دبلوماسي؟ بس ده يعني صعب يا فندم ان ازرع حد عنده جوه. بس انا عايزك تتصرف، مش لازم تزرع حد جوه بيته، ممكن مراقبه تحركاته بس تكون كافيه. المفروض نعرف هو بيقابل مين والسفارات اللي بيروحها بشكل يومي، لانه في خلال اسبوع هيقابل حد من مندوبين وزاره الخارجيه، هم بقى عايزين تقرير كامل عنه قبل ما يقابلوه. تمام يا فندم، هيكون عند معاليك تقرير يومي بكل دقيقه في يوم. تمام. صبر ابن رباح، ربنا يستر يا فندم، بعد اذن عليك. اتفضلوا. فين؟ عارفه الاجراءات اللي هنا ولا اول مره تيجي للناس الفي اي بي؟ لا والله يا مدام ما اعرفش يعني ايه هي الاجراءات. هتتفتشي تفتيش ذاتي وكامل. ذاتي وكامل ازاي يعني؟ هو انت يعني شايفاني معايا متفجرات ولا ايه؟ ده هو يعني القميص بس. هتقلقي خالص وتتفتشي. ماشي، ما يجراش حاجه، اقلع واتفتش، حتى يعني اغير هدومي بالمره. عندك اي ملاحظات؟ لا ما عنديش اي ملاحظات، ويعني مفيش بقى غير انك تاخديلي الفيش والتشبيه وتطلعيلي البطاقة بالمرة. يلا اتفضلي معايا في الدريسنج روم. حاضر، اتفضلي يا مدام. ده ايه البلوة دي؟ ايه يا باشا ده؟ هو ده نادي؟ انا لا شفت ست معدية بشورت بتجري، ولا عيل راكب عجلة وعمال يزمر، ولا كلب ابيض من الحلو اللي بيطلع في الافلام ده، وبعدين مليان دبان، دي جنينة؟ ما هو لازم المكان ده اشجعنا عشان الامان. استاذ لمعي جاي اهو، حضر نص الوقايه بقى. ماشي كله تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ لمعي اهلا بيك يا دبلي، ازي حضرتك؟ الله يخليك. اتفضل. لا ما تقلقش، اشجان دي دراعي اليمين، تعمل كل حاجه، وبعدين انت في مره ممكن تيجي ما تلاقينيش، هي بدالي على طول. طب انا عايز الحاجه عشان امشي دلوقتي. بقول لك ايه، انت معاك كيس مناديل؟ اه معايا كيس مناديل. طب طلع الكيس وخد منه منديل امسح بيه عرقك، وسيب لي الكيس على الترابيزه هحط لك فيه الحاجه، وبعدين خده تاني. طب الفلوس؟
وانت ماشي سقط الفلوس في شنطتي، هتلاقيها مفتوحة. اشربوا في عرق العرق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الراجل ليه ده مبهدل نفسه كده يا باشا؟ باين عليه راجل محترم كده، وباين من لبسه مش وش بهدله وبتاع حشيش يعني. كان محترم؟ انت ما شفتيش الراجل ده زمان؟ ده كان موظف مهم قوي في قطاع العام. بعد ما خصخصوا الشركه اللي هو شغال فيها ومشوه، حط همه في الحشيش. عملوا ايه خصخص؟ ايه الكلام؟ ما تركزيش يا عشجان، حضري القرش عشان مدام توتي جايه. توتي؟ والنبي اسمها توتي؟ اكيد ليها اخت اسمها لولي. والله عليا النعمه ده ملادي. امال ايه ده؟ مش عارفه بس المكان غريب يعني. يا هلا يا هلا. اهلا يا سعادة الباشا. اهلا. عجبك مشهد النيل؟ طبعا يا باشا، هو في احلى من النيل؟ والله ما باجي مصر الا ما باخد شقه قدامه. انا بحسدكم على جمال النيل. ربنا يخليك يا باشا، كلك ذوق والله. الله يخليكي، ما اعرف المصريين بجمال هذا والله. تشكر يا باشا، كلك ذوق. الله يخليك. طيب ما غيرت ملابسك؟ هغير على طول اهو. يلا معي، يلا. يلا يا حبيبي. هاي حبيبي. حبيبي يا مستر ديبو. حبيبي يا موريسون، عامل ايه؟ اخبار حفلات الميتال والدنيا ايه؟ سون قوي، في حفله نار هتعمل في مقاولين العرب، لازم تيجي. ها هتبقى دمار. هحاول طبعا. المهم بقى، عايزك تحضر لي كده فرش انيق يليق بالناس بتاعتك، لان كده وعد صحابي ان هجيب لهم سكور كده زي بتاع ايام زمان، مش زي دلوقتي اللي مخلوط بالكيميكالز. عيب عليك يا مان اللي انت بتقوله. بس في مشكله. عايز حد يجيبهم لغايه عندي، انت عارف بقى القلق وبتاع والبن يعني. بس كده بقى الحساب هيزيد بقى، مش فيهم دليفري بلس كمان انك لازم تدفع مقدم. مفيش مشكله، دي الامان. بكره يبقى عندك الفلوس واقولك امتى وفين، بس دلوقتي بس عايز صباعين كده ماشي بيهم نفسي، انت عارف بقى استخدام الاولاد. انت حبيبنا حمام مش جاي، اديله صباعين يا شجاع. عين مسيه يا قطه. خد بالك يا عنيا، القطه بتخربش يا لول. مياو. اسمي حمادة، حمادة موريسون. بس وماله ماشيها لولو كده عشان خاطر شوشو. أنا مش شوشو، أنا القطة. طب وإيه يعني؟ السلسلة دي بتاعت قطة. خوفتني. يلا سيبه يا مان. بيس يا موريسون. ها؟ هات القطة معاك. حلوة. أوعى تنسى. يلا يا ولاد الحاجة جت. نهار مدوحس. يختي. يا نهار مدوحس. ده الولاد محدد عليها وحط حاجات في بقها، والبنات كانها طالعه من الترب. هو في ايه يا باشا؟ عادي، هما في الميتال لازم يبقوا شكلهم كده. استغفر الله العظيم يا رب، انت من صباحيه ربنا عمال تقول لي كلام غريب. ايه المتل ده؟ متل؟ اه دي موسيقى. موسيقى يعني طبل وزمر وشخاليل حاجه كده يعني. طلعت مزيكا يعني؟ اه الحمد لله على الواحد فيه، ربنا يديم علينا نعمه. المتل ايه؟